بالكرة مع محمد بن منصور، والدفاع يتدخل يمشي احمد حسني، ضربة جزاء لسانح الملعب الجيبسي، ضربة جزاء. وشوفوا المتابعة والاسرار، وعادة تتعدى الكرة في دفاع فريق تي بي مازامبي، ما ياخذهاش اللاعب سليف كوليبالي، يمشي احمد حسني. قلت لعب، شوفوا الاعاده من الجهه هذه، ما بكل اسرار ما يسلمش في كورته احمد حسني، يتعدى. وقلت بذكاء كبير يتحصل على ضربه جزاء بعد ما ارتكب الحارس الخطا، والحكم قسم يعلن عن ضربه جزاء لصالح الملعب الجيبسي، والفرصه مواتيه الان لاحداث الفارق. ونعرفوا هدف باش يكون عنده يعني تاثير معنوي كبير على فريق الملعب الجيبسي. اذا وجه لوجه يوسف الفوزاعي مع الحارس، والهدف الاول، الهدف الاول لصالح الملعب الجيبسي عن طريق يوسف الفوزاعي. يوسف الفوزاعي يفتتح النتيجه ويعطي الفارق من ضربه جزاء لفريق الملعب الجيبسي في مباراه تاريخيه، وفرحه كبيره للجماهير الحاضره هنا مشاهدينا الكرام على التلفزه الوطنيه. الملعب الجيبسي متقدم بهدف مقابل صفر على تي بي مازامبي، ويعدل على مستوى زوز لقاءات 1-1، وكل شيء اصبح ممكن الان بالنسبه لممثل كره القدم التونسيه. قلت يسعى الى تخطي هذه العقبه و